أكد ذوي المتوفى نتيجة الإصابة بالحمى النسفية أن المستشفيات والمختبرات التي راجعوها في الشطرة وفي ذي قار لم تكتشف إصابته بالمرض إلا بعد 10 أيام، بما أدى إلى تفاقم حالته. أنا ابن عام المريض المتوفي أثر فيروس الحمى النسفية اللي توفى مستشفى البصرة العام، تعرض إلى حمى شديدة وراجع طبيب وعطوه مضادات بس ما فادت هاي المضادات، بقى يومين مستشفى الشطرة العام الباطنية، فصار عنده نزف من الفم ماله، بعدين نقلناه للبصرة على أساس ناخذ الدكتور أخصائي، ما وصلنا الدكتور الأخصائي وقعدنا، رحنا المستشفى البصرة العام دخلونا بالجملة العصبية 3 أيام ونقلونا للإنعاش 4 أيام، بعدين نقلونا للحميات 2 أيام، توفى الحمد لله. بعد إرسال التحليلات أو إرسال الدم إلى بغداد وعرفوا أن بهذا المرض اللي هي الحمى الفيروسية، طبعا احنا تمنينا أن تكون يعني بالبصرة مختبرات وهذا الشيء تفاقمت الحالة ورا 10 أيام يلا اكتشفوها. طبعا هذا بعد هذا الضعف اللي موجود بلدنا، المفروض يعني تكون مختبرات في مدينة البصرة اكتشاف ايش حالات، اذا كان اكتشاف سريع كان يمكن اكثر المرافقين تفادوا ملامسة المريض او كان اهتمام اكثر من قبل المستشفى.